بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الأولى، نكمل وياكم إن شاء الله محاضرات اللورلين. اليوم راح ناخذ السكند لكتشر اللي هي تتعلق بالبونز أو ذا لورلين. محاضرة السابقة أخذنا الفيمر والباتيلا، اليوم راح نكمل المحاضرة وراح تكون الأوبجيكتيفز أوف ذيس لكتشر هي التيبيا والفيبيولا، التارزل ميتاتارزل أند فالنجيز. نبدي هسه أول شيء بالتيبيا. Main bone of the lower limb forming shin. شوفون هاي مصطلح الشن عندنا بالبادي، عندنا مصطلحين شن وشن. الشن هي البوردرز اللي صايرة بالانتيريور سايد اوف ذا ليج، يعني البون اللي نشوفه بالانتيريور مال ليج نتحسسه يكون سبكوتينيوس، هذا يسموه الشن تابع للتيبيا. والشين هي منطقة الذقن اللي موجودة بالهيد ونك، فعندنا منطقتين شين وشين، هذيك بالسي وهاي بالاس. اكسباندز ات اكس بروكسيمال ديستال اندز، هنا التيبيا راح تتمدد عندنا او تكون وايدر بالبروكسيمال والديستال بارت، لهذا بهذا الجزئين راح تكون لي الني جوينت والانكل جوينت. سكند لارجست بون after the femur طبعا، والفانكشن مالتها هي الويت بيرنج، تحمل ثقل الجسم. نجي على البروكسيمال بارت مال التيبيا، شنو البيه؟ widened by medial and lateral condyles، راح نشوف هنا عندنا الميدال واللاترال condyles، وهي هاي اللي تنطينا الفانكشن مال الويت بيرنج مال التيبيا. يقول لك إن الكوندايلز فورمينج فلات سيرفس، راح يسوي سطح مستوي. شو نسميه هذا السطح المستوي؟ نسميه تيبيال بلاتو. هنا يقول لك these condyles articulate with the condyles of the femur to form the knee joint. يعني الكوندايلز ميدال واللاترال مال التيبيا راح تصير articulation ويا الكوندايلز مال الفيميا وتكون لنا الني جوينت. بعدنا بالبروكسيمال تيبيا، هنا بتوين الكوندايلز اللي ذكرناها اكو ريجن يسموها انتر كوندايلر ايمننس، فالعلوة يعني مرتفع، هذا يسمونه ايمننس. This eminence projects upward on either side، هنا راح يصير بيها ارتفاعات من الجانبين. هاي الإيمينانس شو نسميها؟ نسميها medial and lateral intercondylar tubercles. شوفوا هذا مجموعة كلها هو الإيمينانس اللي هي المنطقة بين الكوندايلز. بالإيمينانس اكو فد two projections، كل واحد من عندنا اسميه intercondylar tubercle، عندي medial وعندي lateral. هاي التيوبركل تعتبر main site for attachment of the ligaments and meniscus of the knee joints. هذه المينيسكس اللي ذكرناهن سابقا الغضاريف، وهاي الليجامنتس اللي هي يسموها الصليبيه كروشيال ليجامنتس، هذه هي تسوي اتاتشمنت بهاي التيوبركلز، فتكون السايت اوف اتاتشمنت فور ذيس ليجامنتس. أيضا التيوبركلز of the tibia articulate with the intercondylar fossa of the femur. حجينا بالفيمر اكو هنا between the condyles مالته اكو منطقة نسميها intercondylar fossa، هي اللي راح تسوي articulation ويا ال intercondylar tubercles of the tibia. خلصنا البروكسيمال، نجي على الشافت of the tibia. طبعا يشبه الشافت of the tibia by a prism shape، يعني مثل الموشور، والموشور مثل ما تعرفون ب 3 بوردرز و 3 سيرفيسز، هنا التيبيا ذا سيم 3 بوردرز 3 سيرفيسز. شنو هاي السيرفيسز؟ انتيرير بوستيرير اند لاترال. نجي هسه ناخذ كل بوردر على حده، ناخذ الانتيرير بوردر بالبابل سبكوتينيوسلي، هذه هي الشن اللي قلنا عليها نتحسس هسه، كل واحد يتحسس الليج مالته
anterior اللي راح يشوف اكو بون subcutaneous كلش بارز هو هذا الشن. Proximal aspect of the anterior border راح تكون لي في projection اسميه tibial tuberosity اللي هي site for attachment for patellar ligament. نجي على ال posterior surface of the shaft of the tibia ايش راح نلقى بيه؟ راح نلقى بيه ridge of bone فتحة عالية كلش يسميها solial line. هاي solial line تعتبر site of origin of muscle نسميها soleus muscle. والاكستنشن of this line راح يكون inferomedially. Eventually blending with medial border of the tibia. ينزل وبالأخير راح يسوي attachment ويا الميدل border of the tibia. هنا ملاحظة يقول لك there is usually nutrient artery proximal to the soleal line. يعني هنا بهاي المنطقة ممكن يتواجد فد artery يسموه nutrient artery المغذي صار بالproximal of the soleal line. اللاترال border أو sometimes called interosseous border of the shaft of the tibia يعني قصده هاي ليه سموه interosseous border لأن give attachment إلى الانتروسيوس membrane اللي يسوي binding between التيبيا والفيبيولا أكو فد غشاء كلش قوي يربط التيبيا والفيبيولا يسمونه interosseous membrane. فالبوردرز اللي يسوي بها attachment بالنسبة للتيبيا والفيبيولا يسموهن interosseous border. بالنسبة للتيبيا البوردر هي تكون اللاترال وان وبالنسبة للفيبيولا تكون الميديال border يتكون الانتروسيوس ممبرين. بالنسبة للديستال اند اوف ذا تيبيا هنا أنا مثل ما قلنا سابقا widens. ليش هنا widens؟ to assist the weight bearing على مود تحافظ على او تتحمل ثقل الجسم. شايفين احنا الجمل ال 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 الخف مالته شايفينه يكون وايدر كلش وايد ليش؟ على مود يتحمل الثقل مال الجمل اولا وثانيا ما يغوص عندنا بالرمل. فهنا نفس المبدا هنا عندنا هنا widening دا يصير عندنا بالdistal end of the tibia على مود تتحمل ال weight of the body. هنا هذا الجزء مال اللي يسمونه medial side of the tibia عندنا فد projection راح يصير descending inferiorly. هذا شو اسميه؟ اسميه medial malleolus. واضح عندي هنا the distal end of the tibia articulate with the tarsal bones to form part of the ankle joint. هنا يقول لك part لانتبه عليها ليش؟ لان the ankle joint هو مشترك بين التيبيا والفيبيولا from one side و the tarsal bone of the other side. On the posterior surface of the tibia there is a groove through which the tendon of the tibialis posterior muscle attach. من أباو على posterior surface مال distal end مال التيبيا أكو فد جروف هذا يتفوت بي التندن مال التيبيالس posterior muscle. Laterally there is fibular notch. هنا أنا من أباو laterally أكو notch. هذه شنو هو؟ هذه تسوي binding between التيبيا والفيبيولا بالجوينت اللي اسميه tibiofibular joint. Exactly يسمونه distal tibiofibular joint. خلصنا التيبيا راح نجي على الفيبيولا. Located on the lateral side of the leg. Okay. Act as attachment of muscles and not as a weight bearer. شوفوا هنا منو اللي يكون thicker than other هو التيبيا فهذا يتحمل الويت بيرنج وهذه تكون thin وسلندر كلش رفيعة فتكون only for muscle attachment ما لها دخل بالويت بيرنج. الفيبيولا has three articulations. شنو هي؟ proximal and distal tibiofibular joint.
وايضا راح تشترك بالانكل جوينت. الانكل جوينت هنا exactly وين راح تصير؟ تسوي articulation via talus of the tarsal bone. البروكسيمال والديستال هو عبارة عن articulation between tibia والفيبيولا. نجي على البروكسيمال end of the fibula. شنو الموجود عندنا؟ يقول لك there is a head, a large head. This head contain facet. هاي الفاسيت تسوي articulation via lateral condyle of the tibia على مود يكونوا لي التيبيو فيبولار ليجامنت. البروكسيمال تيبيو فيبولار ليجامنت. اذا اكو فاسيت موجوده على الهيد على مود يسوي articulation with the tibia. البوستيرير واللاترال سيرفيس اوف ذا نيك اوف ذا فيبولا. اذا هنا عندنا هيد وعندنا نيك بالنسبه للفيبولا. فيقول لك البوستيرير واللاترال سيرفيس مال النيك مال الفيبولا راح يمر بيها فد نيرف. هذا شو اسميه؟ اسميه common fibular nerve or sometimes called common peroneal nerve. نفس الاسم. من يمر عليك fibular او peroneal the same name. اوكي زين، نجي على الشافت of the fibula. ايضا has three surfaces, anterior, lateral, posterior. So the leg is splitting into three compartments. Each surface faces its respective compartment. يعني هنا اكو عندنا three compartments راح يصير ان شاء الله من ناخذ المصل مال الليج. فكل compartment راح تكون facing الى face معين بالنسبة او border معين الى الفيبولا. يعني الانتيرير سيرفيس راح يقابل الانتيرير كومبارتمنت وهكذا. So نجي على distal end of the fibula. شنو اللي موجود عندنا هنا بالنسبة للاترال سيرفيس مال الفيبولا؟ continuous inferiorly to forming lateral malleolus. مقابلة كانت عندنا بالتيبيا عندنا الميديال مالولس. طبعا هنا كمقارنة بيناتنا اللاترال تكون more prominent than الميديال وتكون palpated at the ankle joint on the lateral side of the leg. ونقدر نتحسس احنا كنا هسه خلصنا بالنسبة للتيبيا والفيبولا. راح ناخذ البونز اوف ذا فوت. هنا البونز اوف ذا فوت بالبداية يقول لك provide mechanical support for soft tissues, helping foot withstand weight of the body whilst standing and in motion. هنا نشوفه بالنسبة للفوت لازم تكون بها bones اللي هي tarsal bones على مود تتحمل weight bearing مال البادي. تجي التيبيا هنا نسوي articulation وياها. فإذا كان فقط soft tissue هنا weight bearing هنا ما راح تتحمل. لازم اكو فد bones وهاي البونز لها فد مواصفات معينة special characteristic features على مود withstand the weight of body. These bones divided into three groups. راح نقسمها إلى three groups. Group نسميه tarsals أو sometimes called tarsal bone, the same name. Metatarsals أو metatarsal bone والphalanges. نجي هسه كل جروب ناخذه على حدة. التارزلز set of seven irregular shaped bones. عندنا هاي tarsal bone عبارة عن seven bones irregular shape situated proximally in the foot in the ankle area. لو ناخذ هاي الفوت هذه تعتبر البروكسيمال وهاي تعتبر الديستال بارت. فهي موجوده بالبروكسيمال بارت بيا اريا اوف ذا انكل جوينت. الميتاتارزلز وظيفتها كونكت الفالنجيز تو ذا تارزلز which are five in number. زين الفالنجيز سلاميات اللي هي تعتبر البونز اوف ذا توز.
أصابع الرجل. Each toe has three phalanges. Proximal, intermediate or sometimes called middle and distal. Except the big toe, الإصبع الكبير, has only proximal and distal phalanges. هنا اكو تقسيم جديد يقول الفود also divided into three regions. Hind foot, mid foot, fore foot. اكو تقسيمات عندنا. يا اما نقول tarsals, metatarsals and phalanges, يا اما نقول hind foot, mid foot and fore foot. الهايند فوت تشمل التالس والكالكينيوس. والميد فوت تشمل النافيكولار, الكيوبويد واليونيفورمز. والفور فوت تشمل الميتاتارزلز اند فالانجيز. هذه الهايند فوت تشمل التالس والكنكيليوس. اوكي, الميد فوت هنا راح تكون شامله الى النافيكولار والكيوبويد لاترالي والثري كيونيفورم صاره بالنص. بالنسبة للفور فوت هذه تشمل الميتاتارزلز وياها الفالانجيز. نجي هسه على التارزلز او يسموها التارزل بونز اوف ذا فوت. انا اورجانيزد هاي 7 بونز بدنا نحكي عليهم. اورجانيزد 3 روز تستقر بثلاث صفوف, بروكسيمال وانترميديت وديستال. البروكسيمال جروب اللي هي ايضا تشمل الهايند فوت راح تشمل التالس والكالكينيوس. Which forming a bony framework around the proximal ankle and heel, اللي موجودة في منطقة الكعب ومنطقة الكاحل. نجي على التالس. Most superior of the tarsal bones. أكثر واحد superior بالنسبة للتارسال بون. وظيفته transmits weight of the entire body to the foot. يتحمل الوزن مال اللي تجيبه التيبيا كلها الى التالس ويوزعه على الفوت. So the main function of the talus transmit forces from tibia to the heel bone اللي هو الكالكينيوس. راح ينقل كل الفورسز او الويت الثقيل مال البادي ياخذه من التيبيا ويوزعه على الكالكينيوس. Wider anteriorly, يكون أعرض anteriorly compared to posteriorly. For what? To provide additional stability to the ankle. على مود يوفر stability أكثر إلى الـ ankle joint. Many ligaments but no muscles originate from talus or insert into it. هاي ملاحظة مهمة جدا. يقول لك بالتالس only ligaments attached to it, there is no muscle, so there is high risk of a vascular necrosis. What is the meaning of a vascular necrosis? هو death of tissue because of poor blood supply, يعني موت النسيج نتيجة قلة الـ blood supply, قلة الدم. ليه صار عندنا avascular necrosis بالتالس؟ يقول لك as a vascular supply is dependent on the facial structures. هنا الليجامنتس قلنا التالس فقط بي ليجامنتس ما بي muscles. الليجامنتس هنا يكون avascular ما بي blood supply, قليلة يعتمد على غيره ياخذ blood supply. بس المسلز هنا تكون rich with the blood supply. فالتالس ما بي muscles only ligaments, فراح يكون a vascular structure وممكن يتعرض الى النكروسيس. التالس has three articulations. What is these articulations? عندنا superiorly with the tibia يسوي لي الانكل joint with the tibia and fibula forming the ankle joint. Inferiorly اللي هو يسمونه subtalar joint between the talus and the calcaneus. Anteriorly اللي يسمونه talonavicular joint between the talus and the navicular bone.
خلصنا التالسس راح ناخذ الكالكينيوس. هنا اكو فد مصطلح خاطئ جدا عندنا بالعربي، يعني التالس هو الكعب، هو يسموه الكعب، والكالكينيوس يسمونه العقب، عظم العقب. هذا العقب وهذا الكعب. امسح يعني بالقرآن يقول لك امسحوا الى الكعبين، يعني من تمسح رجل بالوضوء عندك هنا تمسح الكعبين. ومن ينقلب على عقبيه، ينقلب على هذا، تشايف واحد من يوقع لي ورا، وين المركز الارتكاز؟ يصير على الكالكينيوس. فهنا هذا يسموه عظم العقب، هنا لا، دائما يقول لك كعب رجلي، لا هي غلط، هذا يسمون عظم العقب وهذا هو الكعب. اوكي، فالكالكينيوس هو يكون largest tarsal bone. اوكي، lies under the talus. اوكي، created the heel، يكون عظم العقب. protrude posteriorly and takes the weight of the body as heel hits ground when walking. شوفوا هنا الويت، الفورس مال الويت راح تيجي عبر التيبيا، ينقلها الى التالس، التالس راح ينقلها الى الكالكينيوس، الكالكينيوس هنا اتاتش وذ جراوند مع الارض، فراح ينقل القوه كلها جوا، مثل الكهرباء، شايفين لازم بها ايرث، لازم تفرغ، فهذا الويت كله وين راح يتفرغ؟ من التيبيا يجي على التالس، والكالكينيوم ويروح تو ذا جراوند. اوكي، posterior aspect of the calcaneus have tuberosity، يسموها calcaneal tuberosity. هذه شنو اتاتش بها التبروسيتي؟ بها اكيلس تندن، هذا اكيلس تندن، اكيلس تندن. طبعا هذا بيفد قصة جميلة جدا، اللي هو الاكيلس، هذا البطل الاسطوري اللي نحكي قصته هنا، طبعا هي رواية يونانية قديمة، انه هذا البطل اكيلس تنبأه قبل لا يولد انه راح يموت في بسهم مسموم، فامه لجأت انه تبحث عن ماء الحياة، هذا الماء الحياة قالوا لها اذا تنقعين به طفلك فاي سهم مسموم او ضربة سيف او كذا ما راح تموته، فلقت هذا البركة عثرت عليها، وكانت كلش يعني غميقة عميقة جدا، فتلاحظون هنا لزمته من هاي المنطقة مالته اللي هي الكاحل من رجله وغرقته، غمسته بالمي، فصار اي ضربة سيف او كذا متلوع جسمه، بس هاي المنطقة اللي غطتها امه اللي ما لحقت تنقعها ظلت ضعيفة عنده، فصار بعدها بطل اسطوري. هنا تلاحظون هذا الفيلم الجميل جدا لتروي، بطل هذا الفنان براد بيت، فيلم جميل جدا انصح بمشاهدته. من رادوا يقتلوه ضربوا بمنطقة الانكل جوينت او الكالكينيوم، هذه ضربوا التندن مالته وبسهم مسموم وتوفى. زين، نرجع هسه لموضوعنا. بالنسبة للكالكينيوس has two articulations، شنو هي هاي؟ superiorly we have talus اللي وسميناه subtalar sometimes called talocalcaneal joint، وانتيريورلي بتوين الكالكينيوم والكيوبويد بوينت سموها كالكينيو كيوبويد جوينت. زين، خلصنا السنة بسم التالس والكالكينيوم، راح نجي على الانترميديت جروب اللي يسموها الميدفوت. ايش تشمل لهاي الميدفوت؟ انترميديت رو اوف ذا تارزل بونز كونتين وان بون اللي هو النافيكولار بون. إذن الانترميديت جروب اللي واقع ضمن المدفوت تشمل لي فقط النافيكولار بون. هذا يقول لك شيب لايك بوت، مثل القارب يشبهون هذا النافيكولار. بوزيشند ميديالي، هنا راح يكون ميديالي. ارتكوليت وذ ذا تالس، سوري ذس وان وذ ذا تالس. articulation posteriorly. اوكي،
All three cuneiforms bone anteriorly. Well, cuneiforms bone anteriorly. With the cuboid laterally. إذا هذا الكونيفورم articulating posteriorly talus anteriorly with the three cuneiforms laterally with the cuboid bone. On the plantar surface of the navicular. شوف منقول plantar surface يعني ال posterior surface أو الانفيريال. ومنقول dorsal surface اللي قصدنا هذا الجزء اللي هو ال ventral surface. فمنقول plantar يعني قصده الجزء الانفيريال. On the plantar surface of the navicular. من أباو على النافيكولار جوا أكو فت tuberosity هذه تعتبر attachment for muscles أو tendon of the tibialis posterior muscle هذه الديستال جروب أيضا بعدنا بالمدفوت هذا كان النافيكولار intermediate جروب هسه الديستال جروب بعدنا بالمدفوت تشمل لي 4 tarsal bones للكيوبويد ولي 3 cuneiforms هاي البونز articulate with the metatarsals of the foot الكيوبويد من اسمه cuboidal in shape مكعبي the most lateral one okay lying anterior to the calcaneum okay And behind the fourth and fifth metatarsal. Okay. The plantar surface of the cuboid أيضا marked by groove. هنا راح يكون بي groove. هذا الجروف راح يفوت بي تندن مال الفيبيولاريس أو البيرونيوس لونجس مصل. Okay. بعدنا بالديستال جروب ناخذ لي 3 cuneiforms. هاي الريد وان اللي تكون ميديال ولاترال وانترميديت sometimes ميدل كو ويت شيب وتديه articulate with the navicular posteriorly هذا الازرق والميتاتارزلز anteriorly Shape of bones help to form transverse arch across the foot. هذا شكلها الويت شيب مالتها راح يكون مثل البريدج او ارتش مثل القوس هذا نقطة الارتكاز مالته تكون الميدل كيونيفورم ومنها ومنها هاي منطقة الوسط وهي منطقة الارتكاز فيكون مثل الارتش او الجسر هذه يسمونها ترانسفيرز ارتش راح ناخذ بنهاية المحاضرة ان شاء الله. Also these bones are attachment for several muscles موجودة عندنا بالفوت. يعني بالنسبة للميديال كيونيفورم this one راح يكون attachment for tibialis anterior و part of the tibialis posterior ويا الفيبيلاريس لونجس. بالنسبة للاترال one راح يكون attached for flexor على اساس بريفس مصل هسه كملنا التارزل بون نجي على الميتا تارزلز located in the forefoot هاي ذكرناها سابقا between the tarsals والفلنجيز numbers from 1 to 5 النمبر راح يكون من الميديال سايد يعني هذا يكون نمبر 1 وهكذا Each metatarsal has similar structure. Convex dorsally مقعرة من الأسفل وتتكون من head, neck, shaft and base. The metatarsals have three or four articulations. We have four articulations. Proximally زين قلنا نرجع الميتاتارزلز have three or four articulation proximally شو راح يكون عندنا الميتاتارزل راح تكون لي تارزو ميتاتارزل joints طبعا between الميتاتارزلز bases والتارزل bones laterally راح يكون intermetatarsal joints between الميتاتارزل itself
distally metatarsophalangeal joint between the metatarsals where the proximal phalanx of the phalanges. نجلس على الفلانجيز السلاميات. Bones of the toes, okay. Second to fifth toes all have proximal middle and distal phalanges. أعتقد ذكرناها سابقا. The great toe only have two proximal and distal phalanges. Similar in structure, having base, shaft, and head. تشبه الميتاتارسلز بس there is no neck. نجي هسه على موضوع اللي هو الارتس اوف ذا فوت. اكو تقوسات موجوده بالفوت هنا، خلينا نشوف شنو فائدتها وشنو معناها. الفوت هاز 3 ارتشز، عندنا 3 ارتشز، 2 لونجيتودينال اللي هو ميديال واللاترال، و1 يكون ترانسفيرز انتيريرلي. هذا الترانسفيرز اللي يكون انتيرير 1، وعندنا اللونجيتودينال يكون الميديال واللاترال. These arch formed by tarsal and metatarsal bones. تكونها tarsal and metatarsal bones. Supported by ligaments and tendons in the foot. Okay. Their shape allow them to act in some way as a spring. شنو وظيفتها هاي الارتشز؟ هنا تكون مثل السبرينج. Bearing weight of the body and absorbing shock produced during locomotion. تشايف الانسان من يركض او من يمشي الثقل كله راح يتوجه الى الفوت، كل ثقل الجسم من يدوس على القاع كله راح يصير على الفوت، فتتحمل ويت كلش قوي خاصة during walking or running. فهنا لازم تكون اكو فد ميكانيزم like spring على مود تسوي shock absorbing، تمتص الطاقة او القوة الجاية من عندها جاية عليها تمتصها، يسموها shock absorbing. Flexibility conferred to foot by this arch facilitate walking and running. بهاي spring like structure راح تكون flexibility، فتكون مرونة بالفوت، تسهل عملية الرننج وتسهل عملية الwalking. نجي هسه ناخذ الارتشز، ناخذ اللونجيتودينال اللي قلنا عليها الميديال واللاترال ارتش اللي هي formed by tarsal bones والبروكسيمال end of the metatarsals. هذا الميديال وهذا اللونجيتودينال. خلينا ناخذه بالديتيلز. الميديال 1 كمقارنه باللاترال يكون هاير اعلى. formed by شنو؟ الكالكينيوم، كالكينيوس مصل، كالكينيوم بون، التالس، نافيكولار، and three cuneiforms. And first three metatarsal bones. كل هذه راح تكون الميديال لونجيتودينال ارتش. كالكينيوس، تالس، نافيكولار، three cuneiforms. With first three metatarsal bones. شنو supporting of this medial arch؟ طبعا عندنا muscular وعندنا ligamental support وعندنا bony support وothers. بالنسبة للmuscular support شو راح يدعم عندنا بالنسبة للmuscles؟ عندنا tibialis anterior posterior، عندنا fibularis longus، عندنا flexor digitorum longus، flexor hallucis longus، وبالإضافة إلى الانترنسيك muscles of the foot. كل هذه يسوي support للميديال arch. بالنسبة للليجمنتس اللي موجودة عندنا البلانتر ليجمنتس، عندنا نوعين short ولونج بلانتر ليجمنت، بالإضافة إلى فد ليجمنت يسمونه بلانتر كالكيليو نافيكولار ليجمنت. أيضا راح يشترك ويانا يعني عندنا الميديال ليجمنت of the ankle joint باعتبار أنه هو ميديال arch. بالنسبة للبوني سبورت هو الشيب مال البونز، هو راح يكون السبورت. الأذرز عندنا البلانتر أبونيروسيز،
هذه الأرضية اللي تغلف في البلانتر سيرفيس اوف ذا فود يسموها بلانتر أوبونيروسيس، أيضا راح تكون سبورت للميديال أرش اوف ذا فود. اللترال بالمقابل يكون فلاتر ذان الميديال وان، هذا أنص هناك قلنا هاير، هنا يكون فلاتر. lies on the ground in a standing position، واحد من يوقف يكون عندنا ويا الجراوند، يعني during standing من واحد واقف هنا تكون stick with the ground. شنو البونز اللي تكون اللاترال ارش؟ عندنا الكالكينيوس كيوبويد and fourth and fifth metatarsal bones. شوف المشترك البون between these two arches الميدل واللاترال هو الكالكينيوس. الميتاتارزلز هناك عندنا الـ 3 first 3 بالميديال والـ 4th والـ 5th راح يكون باللاترال. زين ايضا الى سبورت اللاترال ارش تقريبا نفس السبورت بالنسبه للمسكولر، تكون الفيبيولاريس او يسموها البيرونيوس لونجس مسل، فلكسر ديجيتورم لونجس والانترسيك مسلز اوف ذا فوت. بالنسبه للليجامنتس البلانتر ليجامنتس اللي ذكرناها ايضا الشورت واللونج بالاضافه الى الكالكيليون افيكولار ليجامنت. البوني سبورت هو الشيب ايضا، والاذرز هي ايضا تكون الابونيوروسيس اللي سميناها بلانتر ابونيوروسيس. الترانسفيرس ارش اوف ذا فوت، this arch located in the coronal plane of the foot، هذا الكورونال بلين اذا تتذكروه راح يكون الارش بالكورونال بلين، هذا البلو وان. forming but by what المتاتارزل bases كونه the cuboid and the three cuneiform bones. شنو هي السبورت اوف ذا ترانسفيرس ارش؟ عندنا المسكولر راح تكون الفيبيولاريس لونجس والتبيالس بوستيريور، عندنا الليجامنتس تقريبا الليجامنتس دائما متكرره، البلانتر هي الشورت واللونج وياها الكالكيليون افيكولار والديب ترانسفيرس ميتاتارزال ليجامنت. This is a new. اوكي. بالنسبه للبوني سبورت هو يكون الشيب الويت شيب مال البونز، والأذر زي دائما تكون بلانتر أبونيوروسيس. Thank you very much and good luck.